أخبار كتيرة جدا على الساحة الكروية، سواء بقى بأنديتنا المصرية في مسابقة الدوري، كمان الكاس كنا بنتابع فيه بعض المفاجآت، وكمان في أندية ممكن تكون اكتسبت ثقة من فوز حققته في بطولة الكاس، بجانب أكيد استئناف الدوري مرة تانية، وأخبار بقى وأصداء عن فكرة انتقالات يناير اللي احنا خلاص أصبحنا على أبوابها. مين هيكون محتاج مراكز إيه دعمها في الفترات اللي جاية؟ بنتابع كده الأحداث الكروية بشكل عام مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني لكرة القدم الكابتن محمد اليماني. منور الدنيا يا كابتن كالعادة. ربنا يخليك يا مريم، ده نورك والله. صباح الفل عليك. صباح الفل عليك. طب نبدا كده بمحمد صلاح. امبارح شايفينه عشان كان لحضرتك تصريحات هنا، والناس دايما بتاخد حتت من التصريحات كده. بالظبط. انا فاكر كويس جدا التصريح اللي بتقول ان هو في قلت في لعيبه احرف منه، بس محمد صلاح يعني عنده توفيق كبير جدا من ربنا ولعيب مرزق. هو ايه العيب في كده؟ يعني مفيش حاجه عيب، مفيش اي حاجه والله. هو بصي، هو يعني هو قدوه لاي حد وشرف، وانا واحد من الناس بحبه جدا وبشجعه دايما وبدعي له، بس انا بتكلم كواحد بيتكلم، واحد طبيعي عايش عادي. انا شفت عشر يعني شفت اجيال كتير قوي، اجيال كوره، لعيب كوره، كابتن مثلا محمود الخطيب مثلا، الناس القديمه مثلا، كان لعيب عالي جدا بس ما احترفش ولا عمل حاجه زي محمد صلاح عملها. فده محمد يعني ده مثل قدامنا نقتدي بيه، مفيش اي مشكله. وتوفيق ربنا عنده ما شاء الله، يعني ربنا دايما يزيده طبعا ويوفقه يا رب. امين. امبارح كان بيقدم اكيد ماتش كبير جدا، وان شاء الله يكون الماتش امبارح والماتش اللي قبله في الشامبيونز ليج بيخليه يقعد مره ثانيه بقى للمستواه اللي هو بقى التهديفي كمان، مش بس التأثير. يعني بص، الماتش اللي قبل ده هو امبارح طبعا احرز هدف بالكعب، كان هايل طبعا. والماتش اللي قبليه ضيع حوالي مثلا اربع خمس فرص سهلين جدا، وجاب كوره اصلا لو عدى 20 مره مش هيجيبها، واصلا بيمينه لو عدى 20 مره مش هيجيبها، دي هتتاخد مش مشكله. والله بس بصي احسبيها، انا كلاعب كوره مثلا روحت كده متطرف قوي وانا اصلا مش ايمن بلعب اشهر، وعاملها بيميني بالداخلي، المفروض تطلع لبره، ده راحت على الجون كده راحت في زاويه ميته ما شاء الله، ربنا يكرمه يا رب. ده مشهد الهدف اللي جابه بالكعب امبارح ودخل كوبري كمان في لعب المنافس، يعني شغل عالي، ان شاء الله يكون موفق في بقيه ماتشات الدوري باذن الله. نرجع بقى للدوري المصري، نعود مره ثانيه، نبدا مع الزمالك. تمام. رحيل ميتشو كان بالنسبه لك متوقع؟ طبيعي بعد النتائج اللي حصلت وبعد التجويد اللي هو بيعمله في الاوروتيشن اللي بيعمله مع الفريق، طبعا متوقع يعني. لان ده كويس المستشار مرتضى صبر عليه كل ده يعني. طيب التدوير بتاعه بالنسبه لحضرتك ان هو كان بيدور اللاعبين، مش بيثبت تشكيل معين، ولا كمان فكره ان هو كان بيدور مراكزهم؟ بالظبط هي دي يا مريم. لان اول ما جه اول ماتش ميتشو مسكه لاعب اللعيبه بمراكزها الطبيعيه. عمل ماتش هايل، والناس كلها اللي كانت بعيده مثلا زي شيكابالا نزل عمل ماتش هايل وكسب، فاز ببطوله. بعديها ايه اللي حصل؟ بدا يجود، يعمل روتيشن في الفرقه، يلعب بلعيبه مش في مراكزها. ايه اللي حصل؟ النتائج كلها سلبيه. يعني او اداء مش كويس ويكسب، يعني هي دي. وطبعا جمهور الزمالك مش هيصبر على الكلام ده او سياده المستشار، فده اللي حصل حاليا. يعني هو حاليا جابوا مدير فني محترم جدا، انا عشرته في دجله، كارتيرون، يعني مدير فني انا عارفه، يعني راجل ثابت على شغله، راجل منظم في شغله. فصعب تلاقي عنده ثغرات. طيب يعني شفت اداء كارتيرون مع وادي دجله ومع نادي الاهلي، ودلوقتي هيبقى مع نادي الزمالك، حاسس ان هو ممكن يكون نادي الزمالك فرصه ان هو يكون بيظهر فيها بشكل افضل؟ طبعا يعني هو يعني هو مدير فني ناجح، وانا بقول لك شفته في، يعني انا شفته قدام عيني، شفت طريقه لعبه وشفت تمريناته في دجله، عارف بيلعب ازاي وعارف اسلوبه، راجل ما بيغامرش، دايما مقفل وبيلعب مثلا ساعات كتير جنب فوادي دجله. كان في فتره كده دجله كان ما كانش مظبوط، كان بيلعب على الكاونتر اتاك وكان ناجح فيها بشكل كبير جدا، ووصل معاهم للترتيب كويس قوي في الدوري. فحاليا مع الزمالك كبدايه ليه كارتيرون مع الزمالك، لا هايل. حتى لو حبيت تتكلم على ماتش بيراميدز ممكن نتكلم عليه برضه. ماتش بيراميدز من وجهه نظرك كنت متوقع ان النادي الزمالك هيكون فارق فنيا كده عن نادي بيراميدز؟ لا بصراحه يعني كان مفاجاه بالنسبه لي، بس يعني مش عايز اقول مفاجاه، لان نادي الزمالك نادي كبير، وبيراميدز برضه في الفتره الاخيره طالع كبير وباسامي كبيره. بس بيراميدز يعني عمل، يعني المدرب بتاعه عمل تغييرات او عمل حاجه في الاداء بتاعه ما ظبطتش الدنيا كلها. بقى شكل بيلعب بشكل بيعمل يعني بيخاف من فرقه كبيره او بيعمل لها حساب بزياده، عشان كده بيلعب دفاعي اكتر. انما كارتيرون بصراحه لعب يعني ادى مستوى كويس جدا ومستوى هايل، والفوز ده كمان عمل حاله استقرار في الفرقه وبث كده الهدوء في اللعيبه، في وسط اللعيبه، وطبعا يعني ثبت اقدام كارتيرون مع الفريق. يعني انا سمعت تصريحات عن النجم احمد بلال، طبعا احمد بلال نجم كبير واخويا الكبير طبعا، بس التصريح ده مش في وقته خالص يا احمد. يعني القصه كلها انا بشجع اللاعب دلوقتي، مش باجي عليه بقول له ده مش هيجيب جون في انبي، اهو احرز هدف
عالمي نموذج الفيرو بالهيد زي ما انت احمد كنت بتحرز الاهداف دي او محمد فاروق دي اهداف محمد فاروق برده كان محمد فاروق لاعب الاهلي كان بيحرز بالراس اهداف هايله زي دي فالولد احرز هدف وعمل مباراه هايله الفرقه كلها عملت مباراه هايله وفازوا على الانبي ان يطلع منك على سوري انا اسف على بيراميدز انا اسف ان يطلع منك تصريح في الوقت ده الناس كلها ممكن اللي يفهمه صح يا احمد لعيب الكوره مش هينتقدك قوي انما انت بتتكلم في جمهور يا احمد فانت كده بقت طب حضرتك فاهمه صح شايف له الزاويه اللي كان بيتكلم منها الكابتن احمد بلال انا شايف زاويه احمد يعني بس احمد يعني هو بيتكلم ككوره احمد فاهم قصه ومش هيبقى سهل وبتاع بعد كده احنا قعدنا كتير قوي مستنيين رقم 9 ده مستني جالنا مصطفى محمد ولعب مع الزمالك واحرز اهداف خلاص بقى ده احنا نسبورت ليه وندعمه كمان ونخليه يبقى حاجه هايله مش هطلع احاربه لا احارب ايه ده لسه ناشئ يعني ما هو لسه ما اكتسبش من خبرات انه يقدر يرد عليك او انه يقدر هو ممكن يرد عليك في الملعب بس زي ما هو عمل وده اللي حصل فانا اللاعب ده يمكن انا لا تحفظات شويه على مصطفى محمد هو لسه محتاج شغل كتير يعني محتاج ايه مثلا يشوط من بره تسديد من بره ال 18 او يسدد على المرمى عموما تمركزه يبقى افضل من كده بس هي اللي بتجيله بيحطها انا عايز يعمل فيها افضل كده كابتن حسام حسن كله واحده بيسجل كابتن حسام حسن يعني كان بيعمل ايه كابتن حسام حسن في الماتش كلها تحركات بس لما بتجيله واحده جون خلصت هي دي انا مش عايز من رقم 10 غير ده اللي محتاجه بس انما مش هكلمه بقى انك تبقى لعيب مهاري وانك تاخد الكوره ده هو مش رونالدو رونالدو الظاهره مش رونالدو اللي موجود دلوقتي الظاهره البرازيلي ده اللي كان بيعمل كل حاجه في الكوره بالظبط طيب ان شاء الله دايما يكون موفق اصلا مصطفى محمد يعني احنا بندعمه علشان احنا شايفين فيه ان هو الكل بيقول مهاجم مصر الاول القادم فدي حاجه تكون جيده وكمان يكون صغير في السن وعنده مكتسب خبرات مع منتخب مصر الاولمبي فدي من الحاجات الجيده جدا. طيب نادي الزمالك شايفه محتاج تدعيمات في الفتره اللي جايه ايه؟ والله نادي الزمالك محتاج تدعيمات لاني في ناحيه الرايت بسبب النجاز انه مشي ومحتاج برضو ديفندر مكان ساسي ولا مكان سواء اي حد فيهم لان كده كده مكان طالع ده 1-8-1-6 ايه 1-8-1-6 يعني ايه 1-8-1-6 واحد 8 بتكلمي على بالظبط وطارق حامد ما انت محتاج لان حصل اي حد لان بصي مش دايما بيبقوا ثابتين مستوى كويس وغير كده كمان انك عايزه بديل ليهم عندك محمد حسن برضو بره لازم ياخد فرصه وكريم بامبو لازم ياخد فرصه مع التدعيمات اللي هتيجي مثلا دي في ناس محتاجه فرص برضو بس التدعيمات اكتر برضه في ناحيه الجهاز اكتر من ناحيه الرايت. طيب عوده كابونجو كاسونجو شايفها ممكن تكون مفيده من الاعاره؟ في الناحيه في كاسترايكر؟ طبعا لان في الوقت الحالي عندك عمر السعيد عندي عمر السعيد وعندنا مصطفى وعندنا خالد بوطيب بس خالد بوطيب وعمر السعيد يمكن مستواهم مش عالي قوي وعمر السعيد اصلا انا بصراحه يعني مش عايزه انا ما بحبش اقطع في لعيبه يعني فاهمه بس هو الولد ما انا اتفرجت عليه كذا مره كان مع دجله لما انا كنت انا موجود في دجله هو قبليها كان في الانتاج الحربي كان كويس قوي ودجله اخذته بس وانا اتفرج عليه في دجله لعبه في فراوده كتير اعلى منه وفي ناس كتير تقدر تادي اكتر اللي بيأديه بصراحه يعني هو ما ابهرنيش تمام هو فرد وكل حاجه بس ما ابهرنيش مش الفرد اللي هو عليه فرد يعني تستني منه حاجه تمام كاسونجو يمكن اعلى منه في حاجه زي كده ويمكن كاسونجو يبقى متواجد مع مصطفى محمد يبقى قصه كده كويسه جدا يعني هيبقى هما الاثنين كويسين مع بعض. طيب عبد الله جمعه وعبد الشافي شايف عبد الله جمعه دلوقتي ممكن يكون جاي بسبب الاصابه ممكن يكون حتى هيلحق بمباراه الطلائع غدا شايف مين ممكن يكون بيشارك بشكل اساسي اكتر كباك لفت للنادي الزمالك؟ والله الاثنين لعيبه كبار ولعيب خبرات يعني عبد الله جمعه يمكن عبد الشافي عنده خبرات اكتر من عبد الله جمعه طبعا بس عبد الله جمعه الفتره الاخيره طبعا فايق هو لعيب ما شاء الله سريع وقوي واتاخد لمنتخب مصر مع كابتن حسام البدري الفتره الاخيره فدي حاجه برده بتديله حافز بس انا شايف كخبره لو هتلعب كخبرات هو حسب طريقه لعب كارتيرون حضرتك قريب منها ايه حضرتك كنت قريب منها بالظبط يعني هو كارتيرون بيعتمد بيعتمدش هو بصي بيلعب على الاثنين ساعات بيلعب على الشباب وعلى الخبرات كارتيرون بصراحه بيعتمد على الاثنين هو دي اللي ممكن بيغير فيها بس هو ممكن يعتمد في الفتره اللي جايه على عبد الله جمعه اكتر يعني الفتره اللي جايه بيفضل هو ممكن يعني عشان بيحب يامن اكتر طيب اشرف بن شرقي شفناه فايق خلاص مع نادي الزمالك ودخل كده العجله دارت لعيب جميل لعيب كويس قوي وبتاع وفعلا ده اضافه لنادي الزمالك بس احنا محتاجين برضو ندعم نادي الزمالك يعني الزمالك محتاج لو بتتكلمي على اللعيبه اللي هي في وسط الملعب او اللعيبه دي انت محتاجه تدعمي وسط الملعب نادي الزمالك يعني كنت سامع كان في اقاويل مثلا كان اتجاه التعاقد مع عبد الله سعيد او حاجه زي كده يعني انا شايف ان عبد الله سعيد طبعا اضافه لنادي الزمالك لو جه لان عبد الله سعيد لاعب مميز والزمالك بيفتقد المكان ده مع احترام الاوباما وزيزو
يعني بالظبط. هو اثنين الزمالك عنده لاعبين كتير، ولكن بيبقى عبد الله السعيد برضه يعني التوب في المكان ده لغايه دلوقتي. في الوقت الحالي عبد الله السعيد هو التوب في مكان نص الملعب، بس في الانديه مع المنتخب بصراحه ما كانش هايل الفتره الاخيره يعني. بس المنتخب كله كان رايح خالص، اللي كان انتشاره في الملعب وحش، فطبعا هو كان مظلوم في حاجه زي كده، مش عارف يلعب معاهم. محدش كان فايق، فبالتالي كان صعب لحد يحكم على لاعب واحد بعينه يعني، لانه بالظبط ما كانش حد فايق قوي. طب امتى ممكن تحكم على كارتيرون مع نادي الزمالك على تجربته؟ هو بص، هي دي البدايه يعني، بدايه حكم عليه من ماتش بيراميدز. مش المفروض اعتقد الجماهير تعمل نفس غلطه ميتشو يعني، من ناحيه الحكم المبكر. لا بالظبط. لا بس كارتيرون، يعني هو كارتيرون مدرب معروف يعني، بص يعني معروف وتشاف كذا مره مع الاهلي ومع وادي دجله تمام. وفي الماتش الاخير ضد الزمالك كان موجود، فده معروف يعني، معروف عن ميتشو كناش نعرفه اساسا. فعشان كده احنا ممكن يعني خلاص، ممكن مش عايز اقول حكمنا عليه، لا ما حكمناش عليه لسه برضه، لان نادي الزمالك نادي كبير وبيحصل تغيرات بسرعه في نادي الزمالك يعني. ممكن يحصل مشكله، يحصل اي حاجه، تلاقي الدنيا بقى في حاجه في الاداء بتاع اللعيبه، ما تعرفيش القصه ايه ماشيه ازاي بالظبط. بس احنا ممكن نصبر عليه كمان ماتشين ثلاثه، يمكن نقول كمان نستنى ماتش الديربي يبقى احسن يعني، افضل مع الاهلي مثلا عشان نحكم عليه صح بالظبط يعني. طيب نروح للنادي الاهلي، ولكن من خلال بوابه كهربا. لانه كان يعني اكس زمالك رايح الاهلي. لا دي فيها حاجات كتير قوي يعني، انت بتتكلمي فنيات ولا هتتكلمي ايه بره الفنيات؟ خدها حضرتك الزاويتين اللي انت عايزاه. نبدا باللي مش فنيات. مش فنيات من ناحيه ان هو يعني الخروج عن النص او ان يروح بطريقه دي. هل دي بتعتبر الطريقه دي خلاص بقت مش جديده على الدوري المصري؟ انا شايفينها والله اللي تغلب بقه يلعبه، زي ما بيقولوا كده اللي تغلب بقه يلعبه. ما دلوقتي ده الطريق الوحيد اللي ينفع تروحي بيها، عن طريق مثلا هتطلع بره وبعد كده تيجي النادي الاهلي مثلا. لو دي لو نيه النادي الاهلي من الاول يعني، لو هي اصلا النادي الاهلي مسيستم القصه دي من الاول، هو اللي عامل القصه دي يبقى تصريحات الصراحه خارجه من القلعه الحمراء ان لسه الكلام كان بادئ مع كهربا، حتى لو بالرغم ان كل الانباء كانت بتقول غير كده يعني، بس تمام يعني. لا بس الموضوع حصل قبل كده كذا مره يعني، ان لعيب مثلا الاهلي عايزه مثلا يروح يلعب في السعوديه، بعد كده يجي النادي الاهلي مش عارف. فالقصه يعني دي حصلت كتير يعني، بس هم ناجحين فيها بصراحه يعني. طب انت لو عندك حل تاني مثلا، النادي اللي هيمشي منه، طب انت ما تظبط امورك انت. عندك عقود تظبطها مع اللاعب بتاعك، عندك كده كده ان مثلا عامل مثلا شرط جزائي وكلام من ده، بس انت بعته خلاص او هو مشي. هو بيدفع مثلا دلوقتي تقريبا هيدفع الشرط الجزائي بتاعه للفرقه اللي هناك ويجي النادي تقريبا، بس مبلغ كبير قوي تقريبا، حوالي فوق 60 مليون، اقل من 60 مليون بشويه. مبلغ كبير بس بالنسبه للنادي الاهلي ولا حاجه يعني. لا ولكن بيبقى برضه مبلغ كبير. لا بس الناس الفتره الاخيره دي المبالغ دي بقت عاديه جدا يعني. بص من بدايه من صلاح محسن هو اللي طلع القصه دي لما جاب 40 مليون من انبي، هي القصه فتحت من ساعتها. قبلها كان المبالغ كان اخرها 500,000 مليون، ده يبقى لعيب توب، بعد كده دخلت في الملايين دي فبس بقت عاديه. طيب فنيا، لا فنيا كهربا لاعب مميز، ولاعب دلوقتي انت هيلعب في راس حربه او راس حربه تاني، او يلعب هاف ليفت كده كده ناحيه شمال. فكده كده متواجد كهربا، ولاعب كبير ولاعب مميز واحرز اهداف كتير واحنا عارفينه، بس لما يبقى في فورمته يعني. ما اخدوش العب، ما دخلوش منتخب مصر في المباراتين الاخر مع كابتن حسام بدري، هو اصلا مش جاهز. هو احرز هدف ما فيش مشكله، بس هو مش جاهز. جاله كوره قبل الهدف ده سهله جدا يجيبها جون، حطها في ايد الجون. كهربا هو جاهز؟ لا، لعيب توب ومحدش هيقعده يعني، ده حاجه. وغير كده كان هم اصلا في النادي الاهلي محتاجين لاعب من يعني، بصي وسط ملعب النادي الاهلي، سواء رمضان صبحي او قفشه او حسين. او حسين او اجاي، دول كانوا محتاجين لهم مثلا الدكه اللي بره ما فيش حد ليهم. طبعا رمضان مش سوري كهربا مش هيجي يقعد دكه، المفروض هيجي يلعب، بس هيبقى في حد من دول مثلا قاعد دكه يبقى جاهز للناس دي كلها، فكده هيبقى في دكه للناس دي. تمام، هو ده السؤال اللي كنت حضرتك قلت محدش يقعده، ولكن في النادي الاهلي في كذا حد ممكن يكون. فدي مش كبيره على النادي الاهلي، بس انا بتكلم انت جايب لاعب بالثمن ده عشان انت مستني منه انه يبقى اساسي في الملعب، عايز تلعب ودافع له كل الشوط الجزائي ده طبعا. طيب. يعني عشان يجي يلعب مش يجي يقعد. مش المكان اللي هو بيلعب فيه رمضان صبحي. لا ما ممكن رمضان صبحي يلعب رقم 10 يبقى في وسط الملعب، ممكن يبقى زي ما هو، ممكن كهربا يلعب فيرود قدام صريح. المشكله دي بتاعت فايلر مش بتاعتنا. ولكن هل ممكن النادي الاهلي مره ثانيه يكون بيدفع بلاعب يعني زي مثلا جوني اجايه لما قرر ريني فايلر ان هو يكون بيشاركه كسترايكر صريح، يعمل كده برده مع رمضان مع كهربا، برغم ان كهربا ممكن يكون على الجناح بيأدي بشكل افضل عن ان هو يكون سترايكر؟ بص صريح. وارد اي حاجه وارده، المدير الفني بيجرب اللاعب بتاعه في اي مكان. وانا بيطلب منك بتلعب فيرود بتلعب فيرود، هاف رايت هاف رايت، نص ملعب نص ملعب، شمال شمال، ديفندر ديفندر. انا في بلجيكا لعبت في كذا مكان، لعبت راس حربه صريح، لعبت هاف ليفت وهاف رايت، لعبت ديفندر، لعبت باك ليفت. الموضوع عادي جدا يعني، انت اللاعب تحت امر المدير الفني في كل حاجه، هو اللي بيسيستمه زي ما هو عايز، وافضل حاجه بياخدها منه في الملعب. فكده كده يعني، بس انا ما اعتقدش انه يعني ان كهربا هيقل في الحته دي يعني، ناحيته اللي قدام يا راس حربه صريح
هيلعب ناحيه شمال رمضان صبحي، ناحيه رمضان صبحي. بس رمضان صبحي ما ينفع حدش في مصر حاليا ينفع يعادي بالظبط، مش عشان حاجه، عشان هو راجل وفايق، راجل قوي في البطوله الاخيره وفايق وقائد. فهو الفتره اللي جايه دي يعني ان شاء الله كده تبقى فتره رمضان صبحي. فكده كده يبقى خلاص رمضان، لا اما يلعب في مركزه زي ما هو، لا اما ممكن يلعب نص ملعب. دي بتاعت رمضان، هو اللي حاببها ايه بالظبط. وكهربا يبقى فايق وصريح. طيب عشان نضيف برضو للقوة الهجومية للنادي الأهلي، هنتكلم بقى عن محمد مجدي قفشة. عشان قفشة لعب كويس طبعا الفترة الأخيرة، بس بعد الفاصل. اتفضل. ناخد بعد الفترة الأخيرة، بس بعد الفاصل. النادي الاهلي اوريدي على مدار انطلاقه الموسم دوت، وشايفين عندهم قوه هجوميه كبيره جدا بتسجيلهم لعدد اهداف كبير واستقبالهم كمان اهداف قليله، فواضح جدا ان الشق الهجومي عندهم كامل. ولكن كمان مع صفقه ممكن تكون مؤثره وبشكل ايجابي في نفس الشق، محمود عبد المنعم كهربا وحصولهم على خدماته بدايه من يناير، نتكلم ان النادي الاهلي هيكون خطير جدا على الصعيد الهجومي. كابتن محمد، كنا بنتكلم عن محمد مجدي قفشه، وهو احد العناصر المهمه جدا في الصعيد الهجومي ايضا للنادي الاهلي. هو مميز جدا، هو بدايه مع النادي الاهلي السنه دي كان كويس جدا، وليه دور مؤثر في الفرقه. وحتى كده يعني، حتى كنت بقول لك برده اللي هو يعني تم ضمه في المنتخب مصر مع كابتن حسام بدري، لان خلاص لاعب مؤثر ولاعب متواجد في النادي الاهلي، والنادي الاهلي اصلا نادي كبير، فما بيجيبش غير لعيبه كبيره يعني، او لعيبه تستحق انها تبقى متواجده في النادي الاهلي. شكله مع النادي الاهلي مفكرك بعبد الله السعيد، ولا هو قادر يعمل تاثير مختلف خالص عن عبد الله السعيد؟ ده شكله وده شكله. عبد الله السعيد اسلوبه ثاني خالص غير قفشه، يمكن قفشه بيتحرك اكتر وكده، بس عبد الله السعيد ممكن من كره واحده يوصلك للجون. او بحس ان عبد الله السعيد لاعب مؤثر اكتر من قفشه، حتى لما كان صنع عشرة عبد الله السعيد، فعارفه كويس طبعا، مع احترامي لقفشه يعني، قفشه لعيب كبير جدا. لا وفي فرق خبرات وفرق بالظبط. لسه قفشه بيكسب خبرات، ولسه هيوصل لمستوى عالي ان شاء الله يعني. طب عبد الله السعيد، من حضرتك كنت في فتره قريب منه، عبد الله السعيد كمان شخصيه يعني ملفته، هادي كده. هو طول عمره هادي ما بيتكلمش كده. طب لما بيبقى في دوشه كده حواليه، قيل وقال وحصلت كتير جدا كمان في الموسم اللي فات، بيتعامل معاه هو بارد كده في وهادي كده. حلو بارد، بس بارد ايه بالظبط؟ لا يعني مش بيتعصب بسرعه. ده حاجه كويسه فيه على فكره. بالظبط. انا عكسه خالص، انا اي حاجه ممكن يعني كلمه كده تقرا مثلا حاجه يعني، مثلا ما يتعصبش من تصريحات، ما بيتوترش من مشكلة. دي حاجه كويسه على فكره، حاجه جيده جدا. وفي الملعب برضه تلاقيه برضه نفس القصه، برضه هادي هادي كده، وبيلعب بسلاسه قوي. هي كده، عشان كده مستواه كويس جدا، ده بينعكس عليه في الملعب يعني. ده لو مثلا اصلا هو يعني، هو لو بيتنرفز والدنيا كلها مثلا بيسمع اي تصريحات على المواقف اللي حصلت له في السنين اللي فاتت دي كلها، كان زمانه دلوقتي اصلا يعني، مش هقول لك كان ممكن بطل كوره. هو كده في الحقيقه بقى يعني، عامه في حياته حتى غير كوره، ده لا هادي خالص وبتاع، وما فيش ما بيركزش في اي مشاكل يعني، بيحاول يعدي الازمات دي بسهوله وسلاسه جدا يعني، والدنيا بتمشي عشان كده ربنا كرمه يعني. طب عبد الله السعيد من اللاعبين اللي ما لهمش بديل في الوقت الحالي؟ مفيش بديل، مين بديله دلوقتي؟ ما عشان كده هو راح المنتخب، بس زي ما احنا اتفقنا في المنتخب اللعيبه كلها ما كانتش كويسه، عشان كده هو ما ظهرش بمستوى كويس، لان ما كانش فيه انتشار في الملعب عشان يقدر يوصل كرة للعيبه او يلعب كوره سهله. فهي القصه كلها فعلا في الوقت الحالي ملوش بديل. مين تاني في مصر ملوش بديل؟ كل اللعيبه التانيين ليهم بدلاء؟ مش عارف، يمكن المركز ده كده، المركز ده دلوقتي او مصطفى محمد حاليا، لان المركز بتاعه كنا مفتقدينه. طارق حامد ليه بديل ولا بيبقى طارق حامد برده من الاعمده الاساسيه؟ طارق حامد عشان هو بص، طارق حامد لاعب كبير، ولما كان في المنتخب دايما بيظهر بمستوى عالي. بس طارق حامد المكان بتاعه فيه لعيبه، مثلا السوليه موجود ممكن يلعب مكان طارق حامد، محمود متولي بيلعب مساك وكان ممكن يلعب في مركز طارق حامد. في لعيبه كتير، مش يعني ممكن المكان ده ممكن يتوظف سهل انه يتوظف يعني، انك تقطعي وتسلمي، عايزه لعيب بس لعيب قوي يحافظ المكان ده، يقطع ويسلم بس. انما مكان عبد الله السعيد لا، انت اسطى في الملعب، انت بتحكمي في رتم الملعب، رتم المباراه، اعمل اسيست هنا اجيب جون، انزل اقطع كوره من هنا، انزل العب هنا، ابقى لعيب كوره فاهم القصه مش ازاي. لما مركز طارق حامد لا، اي حد ممكن يلعبه، مع احترامي طارق حامد لاعب مميز، وفي الفتره الاخيره كان رقم واحد في المنتخب. طيب ممكن نقول على واحد من اهم نجوم منتخبنا الاولمبي لكره القدم، الباك ليفت ابو الفتوح. فتوح ولا ابو الفتوح؟ ابو الفتوح، احمد ابو الفتوح. تمام. هو كان بيظهر بشكل مش قوي مع نادي الزمالك، ولكن منذ اعارته لنادي سموحه وشفناه بعد كده بقى مع منتخبنا الاولمبي ظاهر بشكل جيد جدا. نادي الزمالك يستفيد بخدماته، ولا ممكن فكره الاعاره والصبر فيها هو اللي يخلي اللاعب يعود مره ثانيه وبشكل افضل؟ لا بص، بدايه انت قلتي كلام كويس، قلت هو كان متواجد في نادي الزمالك ما كانش ظاهر بمستوى كويس، لما راح للاعاره لعب مع منتخب مصر كان هايل. لاعب الكوره ايه؟ لاعب الكوره ماتشات، مشاركه. لاعب بالظبط، مشاركات يعني. ما هو الكلام ده بيفهموا لاعب الكوره. المهم قصدي يعني، لاعب الكوره
مش هينفع يبقى تدريب بس، لازم اعمل مشاركات كتير قوي والعب مباريات كتير قوي عشان اوصل للفورمه بتاعتي وريتمي يبقى عالي في الملعب او ريتمي يبقى سريع في الملعب. مش هقدر اجيب الكلام ده بالتدريب. هو راح دلوقتي سموحه وبيلعب ما شاء الله كويس، ماشي كويس في المنتخب، عامل ايه؟ لاعب مميز، ناس كلها بتتكلم عليه وعمل اهداف وبيغطي لعيب هايل، بس حاليا في الزمالك ما في، الدنيا زحمه هنا، زحمه قوي عليه عبد الشافي وعبد الله، فصعب بالنسبه لك الوقت ده. بس انت وقتك دلوقتي، وقتك موجود وهيجي بعد كده، يعني انت انك انت تظهر في الفتره دي، مش هقول عشان الناس دي موجوده، لا انت لعبت بعيد عنهم، انت لعبت في سموحه ولعبت في المنتخب الاولمبي بعيد عن الزمالك خالص دلوقتي، وظهرت بمستوى هايل، وفرصتك سهله جدا انك ترجع الزمالك قريب كمان، لان عبد الشافي معلش في فرق سن، عبد الشافي بيلعب بالخبرات دلوقتي ولعيب هايل طبعا بيأدي كويس جدا، وعبد الله برده ماشي كويس، وفي الفتره الجايه منتخب مصر ممكن ترجع بعد كده مثلا تقعد انت وعبد الله تتنافسوا على المركز ده، يكون عبد الشافي يعني ربنا يديله يعني يلعب كمان كتير زياده، وبس يعني بس وقته كده كده هيجي يعني. لو هو حابب يرجع الزمالك تاني، او ممكن لو اعارته مثلا لسه مطوله شويه في سموحه، او ممكن تبقى في بيع بعد كده لسموحه، بعد كده بقى ممكن فرقه تانيه تدخل في كل الصفقات دي زي الاهلي مثلا ممكن يدخل يشتريه. الناحيه التانيه بيتكلم النادي الزمالك ان هو في تواصل ما بينه وبين النادي المصري للحصول على خدمات كريم العراقي. كريم العراقي ده لعيب مميز في الفتره دي، ممكن يا ريت يعني النادي الزمالك لو بيفكر في حاجه زي كده ده بقى تفكير كويس جدا، لان نجاز مشي في المركز ده والعراقي كان هايل في المنتخب الاولمبي، فطبيعي انك محتاج حد في المركز ده، ده تفكير كويس جدا من اداره نادي الزمالك لو عمل كده. انت الانتقال للاعب صغير لفريق زي الزمالك او الاهلي ممكن يكون مش قرار صح، يحرق قرار صح، لا مش يعني انت ممكن يكون قرار ممكن لو بدري شويه ياثر بشكل سلبي على مستوى على مستوى اللاعب، بس ده لاعب لعب اساسا يعني. انا بتكلم ده لاعب لعب يعني، بتكلم على العراقي لعب، بتكلم على مثلا على اي لاعب صغير في السن. مش لا يعني لاعب صغير في السن، احنا صغيرين احترفنا كان عندنا 18 سنه انا او ميدو، لما لعبنا بره الموضوع في البدايه كان في خطفه، بس لما بتلعبي كتير بتكتسبي خبرات، بتبقي عندك خبرات وبتلعبي كوره مع المنتخب، مع تطلع مع فرق، ما بتروحيش تلعبي مع فرق الاول على طول، لازم تقعدي فتره كده مع ريزيرف. ايه اسمها معايا فتره المعايشه؟ مش معايشه، لا انت خلاص مضيتي، بس بتقعدي انت مضيتي بس بتقعدي مع الفريق اللي هو اسمه ايه ريزيرف او اللي هو نفس الفريق الاول بنفس دورياته، بس الفريق اللي تحتيه وبتلعبي مع الكوره، وبعد كده تطلعي واحده واحده مع الفريق الاول تتمرني معاهم شويه، بعد كده تلعبي. انت بتلاقي نفسك الموضوع سهل بعد كده، لما اول حاجه بتتمرني بتبقي ايه اللي هو اخدتي فرصه تتعرفي على اللعيبه ويعرفوكي يحسوا بيك، يعني اللي هو الكلام ايه فيه بقى في تجانس بيننا في الملعب وبره الملعب، بقينا حابين بعض، خلاص بقى الموضوع عادي. انما تجيب لعيب كده من الدار للنار زي ما بيقولوا بيبقى صعب قوي، او اجيب لعيب مثلا من مثلا ناشئين زي مثلا الجزار كان ناشئين كهرباء، جه الاهلي عمل ايه؟ ما لعبش، عشان الموضوع مش سهل، مش سهل خالص. راح اعرف فين الجونه دي بقى فتره ايه تجانسه، او مع الفريق الاول او المعايشه بتاعته مع الفرقه الكبيره وبتاع، ما شاء الله ماشي بمستوى ثابت وهايل ولعب مع منتخب الاولمبي، هي دي اللي بتكلم فيها. انك مش تجيب حد من الناشئين تطلعه على طول الا بقى الا لو ناشئين فرقته، يعني مثلا ناشئين، انا ناشئين اسماعيلي مثلا اطلع من ناشئين اسماعيلي على فوق ده عادي، لان انا عارف الفرقه كلها وبتفرج عليهم وببقى في وسطهم واطلع اتمرن معاهم، ده سهل. انما ما بجيبش من مكان تاني لمكان تاني خالص بيبقى الموضوع صعب. طيب الكلام برضو عن منتخب مصر في الوقت الحالي، شايفين ان في بعض التصريحات من او بعض الاجتهادات بتشير ان الجهاز الفني لمنتخبنا الاول لكره القدم باصص مثلا على لاعب زي الكابتن خالد قمر، واحد من المهاجمين المخضرمين اكيد في الدوري المصري الممتاز. ايه العناصر اللي ممكن يكون محتاجها المنتخب الاول لكره القدم في الفتره اللي جايه علشان نشوفه ان شاء الله في مارس بيأدي ماتشات احسن من اللي شفناها في التوقف اللي فات؟ والله بصي، هو منتخب مصر عليه لود كبير قوي، لان الفتره الاخيره كان اللعيبه ما كانتش جاهزه بسبب التوقف في الدوري، دي حاجه. ثانيا تغيير المدير الفني، المدير الفني اصلا كابتن حسام بدري مع احترامي الكامل ليه انا يعني ما بتمنى له التوفيق، بس انا مش من المرجحين اللي هو كان يمسك. مين كان يمسك؟ كان في اعتقادي في كابتن ايهاب جلال، كابتن حسام حسن، كابتن طلعت يوسف، وقلتها قبل كده. طب ليه؟ وغالبا دلوقتي في الوقت الحالي كمان كابتن طلعت يوسف ماشي بمستوى ثابت مع الاتحاد وماشي بحاجه كويسه قوي. ايوه ليه كابتن حسام البدري ممكن تكون حضرتك شايف كده؟ من شويه تحفظات يعني، كابتن حسام البدري كان قبل كده ماسك المنتخب الاولمبي، عمل معاه ايه؟ مفيش حاجه حصل، مش لا ده عادي، ده وارد لاي مدرب، ده وارد، ده طبيعي وارد. بعد كده مسك بيراميدز سنه كامله رئيس نادي، دخلك تمسك منتخب فني، منتخب مصر ومدير فني. بص هي هم ليهم رؤيه ثانيه، بس انا مش بتكلم كلاعب، انا واحد مشجع، انا ماليش، انا بتكلم كمشجع. ما 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 في ناس في الساحه وتعبانه وطالع عينها وبتاع وعامله نتائج وبتاع ورايحه وجايه، طب ما الناس دي تاخد فرصه، طب ما انت كده بتدي فرص، ادي فرصه للناس دي، ما انت بتجيب اجانب بيجربوا فينا، يعني اللي جبته اخر واحد كان بيجرب فينا، طب ما تجرب في الناس بتوعنا على الاقل، دول اولادنا نشوفهم ناخد منهم حاجه بس. طيب
كل الدعم اكيد للكابتن حسام. لا طبعا انا بدعمه خلاص، هو المدير الفني، هو مدير فني لمنتخب مصر، انا بدعمه، بس انا بتكلم كرايي. بس انا بتكلم في الفتره الجايه دي اللعيبه اللي تستحق تروح، لعيبه معظم لعيبه المنتخب الاولمبي، مش هقول كلها عشان في عناصر في المنتخب الاول لازم تكون متواجده مع المنتخب الاولمبي، يعني مصطفى محمد لازم يروح، عبد الله سوري رمضان صبحي لازم يتواجد ان شاء الله. في ناس تانية برضو يعني، يعني احمد رمضان بيكم مثلا، بيكم ممكن يبقى متواجد برضو. انت عندك ناحية اللي ورا دي محتاجه فيها برضو، محتاجين فيها كتير. عبد الرحمن مجدي، اكرم توفيق، اكرم توفيق لازم، عبد الرحمن مجدي. بس في ناس مش تبقى موجوده على ناس تانية، عبد الرحمن مجدي هيبقى صعب قوي علشان الناحيه، عشان محمد صلاح. محمد صلاح بالظبط، انا يعني بكلمك في كده، الناس مش هينفع. وفي ناس فتوح من برضو هيبقى الدنيا صعبه برضو بالنسبه له، لان في ناس متواجده اساسا. فبس معظمهم يعني وما اعتمدش عليهم بصفه اساسيه، ممكن اللي اعتمد عليه بصفه اساسيه وهيبقى في البدايه مش هيبقى جامد قوي او هيظهر مستوى عالي قوي عشان ده منتخب مصر الاول، مصطفى محمد. ده الطبيعي اللي احنا محتاجينه. طيب الناحيه الثانيه لو هنتكلم عن الباك رايت، عندنا احمد فتحي ومحمد هاني بيكونوا بيشاركوا مع منتخب احمد مصر. فتحي خبرات ولاعيب ما يقدرش، ما حدش يقدر يقل منه، بس خلاص كل وقت وليه ادان زي ما بيقولوا، مع احترام احمد فتحي طبعا. هو عنده كتير وبيدي، واحمد فتحي عرفه من صغره بيتمرن بزياده اكتر من لعيبه بكتير عشان يوصل، عشان كده ربنا كرمه واتصاب كذا اصابه، صليبي واكيلس وحاجات كتير، وربنا بيكرمه عشان ده ولد محترم ولاعب مهذب في الملعب وبره الملعب. بس انا بتكلم يعني انا في فتره حاليه مثلا ممكن محمد هاني، لان محمد هاني برضه كريم العراقي ياخد بقى فرصه. بالظبط كنت لسه اقول لك محمد هاني مع كريم العراقي، بس لو الكابتن حسام بدري عنده مثلا ثقه في احمد فتحي ما فيش اي مشكله، يعني احمد فتحي لاعب كبير وبتاع. بس انا بالنسبه لي الفتره الاخيره في اخر حاجه اللعيبه، احمد فتحي لما كان في كاس العالم كان الهدف احرز منه وكان في اخطاء وكده، وفي حتى في الماتشين دول. طيب فبرجح حد ثاني يعني. طب قلبي الدفاع، ما هو انت عندك لاعب مين؟ لاعب اخر مره محمود علاء واحمد حجازي. الاثنين اول حاجه الاثنين بطاء، يعني مش ما عندهمش السرعه اللي هم يلعبوا قدام افارقه، انا بتكلم عن ماتشين اخر. فالموضوع ما كانش لذيذ قوي، واحمد حجازي كان جاي من فتره اصابه بقى له فتره ما لعبش وجيت تلعبه، ما انت كده حكمت على اللاعب، انت بتخلص على اللاعب زي ما بيقولوا. لا انت عايز، محتاج ناس فايقه. كنت لاعب زي ما بتقولي بيكهام، اجيب بيكهام يلعب، وفي محمود، بس في اسامه جلال وايه اسامه جلال. انا بتكلم عن الناس اللي هم في الدوريات ماشي، او منتخب الاولمبي او دوريات يعني. محمود محمود متولي لو هو جاهز مش مصاب كان جه لعب، فاهم قصدي كده؟ كان مثلا ممكن مين، رامي ربيعه كان ممكن يجي يلعب في دي، يعني انا بتكلم في اماكن وفي توقيت انت محتاج ناس معينه او ماتشات، يعني لعيبه افارقه، الافارقه دول سراع واقوياء، انت محتاج حد يوقف معاهم سريع وقوي يعني يحاول. انما لا محمود على لعيب كبير وكل حاجه وهداف بس بطيء وحجازي مش جاهز. طيب يعني لو هنتكلم ازاي ممكن يكون في توليفه ما بين المنتخب الاولمبي ومنتخب مصر اول، ولكن بدون ما يفتقد المنتخب الاول هويته، لان برضو يعني منتخبنا الاولمبي تفوق في بطوله امم افريقيا بس كان بيلعب اعمار صغيره، ولكن لما يكون بيلعب امام اعمار كبيره برضه هيكون انت محتاج لعيبه اتقل ولعيبه ذو خبرات اكتر، ازاي نعمل الموازنه دي؟ ما الموازنه دي تيجي من المدير الفني، بس المدير الفني لازم يبقى فيه تواصل بينه وبين كابتن غريب، يعني مثلا كابتن حسام بدري وكابتن غريب يتفقوا مع بعض يعملوها ازاي، لان القصه كلها ده محتاج لعيبه وده محتاج لعيبه. بس في الوقت الحالي المنتخب الاولمبي لسه قدامه فتره عشان يلعب في البطوله بتاعه طوكيو. فالوقت الحالي ده منتخب اول. هو كابتن حسام بدري الوحيد اللي يقدر يقرر محتاج مين في الملعب ومش محتاج مين. لان انت مهما تتكلمي معاه او حاجه ده صاحب قرار. طب ما احنا شفنا اتفرجنا على المنتخب في المباراتين الاخر كلنا اشدنا المنتخب كان وحش جدا، كل الناس كلها قالت المنتخب وحش جدا، مش اشدنا احنا، مش عايز اقول كده يعني المنتخب ما كانش حلو وكله قطع فيه، مفيش اي مشكله، ما دي الطبيعي. لا دلوقتي انت عندك فرصه بقى انك تعمل ايه، تاخد من لعيبه المنتخب الاولمبي وتعمل تجانس مع المنتخب الاول وتعمل كام معسكر كده قبل المباريات اللي هتلعبها الرسميه، معسكرات طويله شويه عشان تعرف تحدد، يعني تحدد التيم اللي هتبدا بيه المباراه وتلعب، تعمل التكتيك بتاعك عشان احنا ما شفناش تكتيك في الماتشين الاخر ولا تكتيك ولا انتشار في الملعب ولا اي حاجه. طب احنا مصر كلها، احنا المصريين كلهم بنفهم كوره دلوقتي. ده الكلام ده ايه اللي خلانا نفهم كوره؟ كابتن حسن شحاته مع المنتخب بتاعنا، عشان كابتن حسن شحاته كان معاه لعيبه توب. فالناس كلها خلاص خلاص في كده الناس كلها مبسوطه من الاداء ده، عايزين نتفرج على الاداء ده دلوقتي. هو الموضوع هيبقى صعب شويه قوي، هيبقى صعب قوي في الاول، بس سهل تجيبه. انت عندك قماشه مش وحشه مع لعيبه المنتخب الاولمبي على اللعيبه المميزه المنتخب الاول، تقدر تعمل قماشه كويسه او لعيبه كويسه. بس طيب انا عايز اقف عند رمضان صبحي، رمضان صبحي يلعب افضل كجناح ولا يلعب افضل كرقم 10؟ هو في الفترة الأخيرة كان بيلعب كجناح كان هايل، بالظبط دي اللي كان هايل فيها. بس هو يلعب في الاثنين، هو احنا بنتكلم عن منتخب تستفيد بالظبط عشان المنتخب في نفس الحتة دي عنده محمود حسن تريزيجيه. بالظبط انت بتتكلمي عن المنتخب، عن منتخب عن منتخب. بصي هو تريزيجيه اسرع من رمضان صبحي، يمكن هيفيد اكتر في المنطقه دي في 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 في, في مع الناس الكبار في السن او اللي هم الناس اللي هم خلاص. اصل رمضان صبحي ممكن تتكلمي دول برضو منتخب اولمبي، المنتخب الاول غير الاولمبي. بالظبط في فرق اعمار، الموضوع مش سهل يعني.
بس كده كده برضو يعني احنا ممكن لو انا كمدير فني انا هجرب الاثنين مثلا، ده ماتش مثلا وده ماتش في المكان ده، واللي يبقى اكتر فيهم يعني بيأدي اكتر في المكان ده احسن هلعبه طبعا، وممكن العب الثاني في مركز ثاني، يعني الموضوع مش صعب، الاثنين ممكن تلعبوا في مركز مراكز مختلفه، يلعب اللعب على قدام وكل كوره بياخدها يروح على قدام ويلعب مع الفراوده يعمل اسيست يجيب جوان. فدي حاجه كويسه تحسب لفايلر، وفايلر مدرب هايل على فكره. يعني بدا كويس مع النادي الاهلي، بس انا يعني انا صوتي مع الجمهور في حاجات من ناحيه دفاعيه، يعني هو من ناحيه دفاعيه بس يعني الدنيا مش مكتبرش لسه. مفيش، مش عايز الثقه لياسر محمد تقريبا، مش عايز يديله الثقه. فيعني انا عايزه مش عارف يعني ممكن مختبرش برضه، فاهم قصه ايه؟ بس في قلق دفاعي برضه شويه، لسه في قلق دفاعي، ولكن هو كمان النادي الاهلي عنده اصابات كتير لاحقه في خط الدفاع بالزبط. تحديدا يعني رامي ربيعه بيتصاب، سعد سمير لسه بيعود، محمود متولي لسه ما لحقش يلعب واتصاب، وايمن اشرف بيشارك، لازم يبقى عنده ثقه في اللعيبه اللي عنده بس عشان يديها ويبقى واثق فيها بس ان شاء الله. رمضان صبحي جايب 4 اهداف دلوقتي. 4؟ طيب خلاص وصلت 4 يعني هدف فرق. انا قلت 5 وحضرتك قلت 3، شفتي بقى جت في النص بس بسيطه عندنا دي يا رمضان. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن محمد، نورت الدنيا. كابتن محمد اليماني واحد من نجوم نادي نجوم مصر السابقين، نورت الدنيا وبشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. ميرسي، ربنا يخليك يا دايما بتنور الدنيا. ربنا يخليك. مشاهدينا بعد هذا الفاصل لسه استكمال لحديثنا عن مباريات ممكن اليوم النادي الاهلي اكيد في مواجهه فريق حرس الحدود، واكيد الانديه المصريه مواجهتها ضمن منافسات الجوله الثامنه من الدوري المصري الممتاز، التطرق لقضايا كثيره جدا فنيا مع واحد من نجوم التحليل في قناه تايم سبورتس كريم سعيد، فضيفتنا بعد هذا الفاصل، خليكم معانا.